حياكم الله مشاهدينا الكرام في طبعة جديدة، وأسعد الله صباحاتكم من طبعة جديدة من طبعات اليوم في الأخبار المحلية العربية الإقليمية وأيضا العالمية. معي أنا ميثاق حكمة والزميلة نادية. صباح الخير. صباح الخير ميثاق. صباح الخير مشاهدينا الكرام. طبعة اليوم تأتيكم بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبرز منشطات الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم نبدأها مع صحيفة الزوراء، حيث جاء في صفحتها الأولى: مستشار الكاظمي للزوراء لا نية لتغيير موعد الانتخابات، والحكومة وفرت كل المتطلبات الأساسية لإجرائها، سائرون يشدد على حسم ثلاثة أمور لضمان مشاركة واسعة فيها. نقرأ أيضا: النزاهة النيابية للزوراء، لا يوجد رقم محدد عن حجم الأموال العراقية المهربة إلى الخارج. نتابع أيضا: اجتماع أمني لبحث الخطة الخاصة بإحياء الذكرى الأولى لثورة تشرين. نتابع أيضا: إصابة كورونا في العراق تتجاوز 438 ألفا، والشفاء أكثر من 369 ألفا. نقرأ أيضا: الرشيد يمنح 10 ملايين دينار للموظف للزواج من ثانية ولظروف خاصة. أخيرا نقف عند هذا العنوان مشاهدينا الكرام: الاستخبارات تعلن إحباط عمليات تهريب للنفط في 4 محافظات. إلى صباح الجديد مشاهدينا، وأهم ما طلعتنا فيها صحيفة الصباح الجديد: اللجنة المالية تعتزم دمج مقترحات النيابية بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، وأيضا من عناوين أخرى في الصحيفة: لتعظيم واردات الدولة وسن قانون يلزم الحكومات المقبلة. أيضا من العناوين الأخرى في صحيفة الصباح الجديد: مليارات الدولارات المهربة يمكن استردادها بوثائق متوفرة قضائيا ومصرفيا، هذا ما تحدث به رئيس كتلة التغيير. وأيضا التهريب يجري على قدم وساق عبر المنافذ الحدودية في إقليم كردستان. اللجنة التحقيقية بملفات وزارة الكهرباء وزراء وكلاء وزراء ومدراء عامون متورطون بالفساد، وستعلن أسماءهم. أيضا في الصباح الجديد: قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان لاحتواء ممارسات تركيا في شرق المتوسط. هذه أهم العناوين في الصباح الجديد. في الزمان مشاهدينا الكرام، وأيضا في صدر صفحتها الأولى: أقرأ توقعات بتجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، وعوائل الشهداء تطالب بتفعيل دور القضاء لمحاسبة قتلة متظاهري تشرين. نتابع أيضا: الكاظمي يبحث مع المسؤولين في لندن ملفات اقتصادية وأمنية مشتركة. التربية تسمح لتلاميذ الصفوف غير المنتهية المتغيبين بأداء الامتحان. وأخيرا نقف عند هذا العنوان العبادي للزمن يقول: ضغوط إقليمية ودولية على العراق والتطبيع في سنجار يشوبه الغموض. إلى كل الأخبار، وفيها أبرز عنوان: هو تضمينات بغداد تدفع واشنطن وأيضا لندن بالتراجع عن إغلاق سفارتهما. وأيضا عناوين أخرى متعددة في الصباح الجديد، ومنها: المالية النيابية الأسبوع المقبل القراءة الأولى لقانون الاقتراض الحكومي، والآرجي المصلحة العامة تقتضي حقن الدماء وحماية المتظاهرين، مكتب القائد العام يسمي الجهة المتوقع تورطها بمجزرة الفرحاتية، وأخيرا معهد التطوير البرلماني يقيم دورة إعداد سكرتير إعلامي للجان النيابية. هذا ما جاء في كل الأخبار. مشاهدينا في الشأن المحلي، ينضم إلينا الدكتور إسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية لنطلع أكثر على واقع العراق. دكتور، جولة رئيس الوزراء الأوروبية، هل تعتقدون بأن نتائجها ستؤثر على الوضع الاقتصادي والسياسي للبلد بشكل سريع أو مباشر؟ نعم، شكرا جزيلا، يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. أكيد إحنا نتحدث يعني عن مرحلة يفترض أن تكون متغيرة عن المراحل السابقة من عمر الحكومة. انفتاح العراق على كل دول العالم، انفتاحها على دول الاتحاد الأوروبي، مسألة في غاية الأهمية. لكن العبرة هي بصراحة ليست في توقيع الاتفاقيات، العبرة في أن يتم تطبيق أو وضع هذه الاتفاقيات
موضع التطبيق. احنا نتذكر يعني تقريبا كل رؤساء الوزراء السابقين زاروا دول الاتحاد الاوروبي، زاروا فرنسا، المانيا، بريطانيا، اسبانيا، ووقعوا اتفاقيات، لكن للاسف هذه الاتفاقيات لم ترى النور ولم توضع موضع التطبيق. واذا تسالني ما هو السبب او اين الخلل؟ نعم. الجواب هو الخلل داخل مؤسسات الدولة. عندنا مشكلة إدارية تتعلق بإجراءات وتقنيات تنفيذ هذه الاتفاقيات ووضعها موضع التطبيق. ما أن يصل رئيس الوزراء ويسلم تلك المعاهدات إلى الجهات ذات العلاقة، كل تحسب تخصصها، إلى الأمانة العامة، إلى وزارات القطاعية، دكتور أسامة، كل وزارة حسب تخصصها، دكتور أسامة، تتلاشى هاي الاتفاقية، تتلاشى وتنتهي وما تلقى لها اثر. دكتور اسامه، 17 سنه على سقوط النظام وما زلنا في نفس الخطا، الحكومات تروح تتفق والوزارات والمدراء العامين او اللجان لا تطبق هذه الاتفاقيات، ما زلنا في نفس الدوامه ندور. عندنا مشكله، انا قلت لك اذا رئيس الوزراء يعني عم يعالج هذا الخلل، عندنا خلل اداري. هذا الخلل الاداري انه انت تستعين، يفترض ان يتم تغيير كل القيادات الاداريه الموجودة، هاي القيادات اللي هي طبعا في أغلبها هي مرشحة من قبل الأحزاب، قيادات إدارية حزبية من وكيل وزير إلى مدير عام إلى مستشارين إلى درجات خاصة، أغلبهم في أغلبهم هم قد يكون في بعض الأحيان لأسباب سياسية عدم الرغبة في إنجاح رئيس الوزراء، ما أقصد رئيس الوزراء الحالي وإنما كل رؤساء وزراء السابقين، المنافسة السياسية تدخل في بعض الأحيان، هم اللي يخلون هاي الاتفاقيات تذهب أدراج الرياح. وبالتالي المواطن كمواطن متابع يقول لك شنو الفائدة؟ رئيس الوزراء وقع اتفاقية وحنا شو محصلين؟ وقعنا اتفاقيات مع إيران، وقعنا اتفاقيات مع السعودية، وقعنا اتفاقيات مع مصر، مع الأردن، مع هواية دول، حتى دول مجاورة. دكتور سامي، اليوم مع ثلاث دول كبرى، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، تتوقعون أو تخشى أنه هذه الاتفاقية كالسابقة تكون؟ أنا أعتقد هذا الشيء حاصل، لأن أنا أضرب لك مثل بسيط. احنا الان نظامنا المصرفي لابرز مصرفين عريقين اللي هم مصرف الرافدين والرشيد، يعني حقيقه من يعني يتعامل مع هاي المصرفين راح يصاب بخيبه امل، وانا اتحدث لك عن مواطن بسيط يتعامل مع مصرف الرافدين والرشيد، فكيف ما تتحدث عن شركات عالميه اليوم تريد تسهل حركه اموالها، حركه عامليها، لان تدري انت جنابك الشركات من تجي تريد بيئه مستقره، تريد هيئه، تريد اجراءات اداريه ميسره، تريد عملية تحويل مالي سريع، تريد ضمانات. أما أنت تجي موظف بسيط ما يجهل أو يتعاجز في بعض الأحيان أن ينفذ إجراء معين، تلقى القضية توقف، وبالتالي المشروع، عشرات المشاريع إذا ما أقول لك مئات المشاريع والكثير من المستثمرين هربوا لأنهم دخلوا في دوامة مفرغة اسمها الروتين الإداري واسمها التعقيد واسمها الرشاوي واسمها الفساد، وبالتالي يقول لك انا اذا اروح لغير بلد استثمر اموالي، اذا انا جايب اموال وارد استثمر وارد افيد هذا البلد، وموظف يقول لي والله ما مشي لك هاي المعامله او هذا التوقيع الا تعطيني كذا دفتر او كذا مليون او كذا مبلغ حتى انا اوقع لك. ويكون فقدان ثقه دكتور، دكتور يكون فقدان ثقه من قبل تلك الدول، الدول العظمى مثل بريطانيا، مثل فرنسا، مثل طبعاً المانيا، طبعاً امريكا. لذلك المشكله مو برئيس الوزراء، كل رئيس وزراء يجي طبعا ترى كل رئيس وزراء يريد ينجح ويريد يحقق شيء، لكن ما كل مستلزمات، يعني بنى التحتية هي بنى قاصرة، الرؤية الإدارية ما عندنا رؤية إدارية، احنا كل وزارة شنو فلسفتها شنو رؤيتها ما عندنا، كل وزير يريد يحسب نفسه 4 سنوات حتى يطلع تقاعد، يريد يمشيها قلت يقول احكيها بالعامية، يريد يمشيها بستران، ما يريد يسوي مشاكل، ما يريد يكشف الفاسدين، ما يريد يقيل، ما يريد يغير. انا اتحدى اليوم اي وزير تقول له انت مقتنع بمدراءك العامين الموجودين عندك بالوزاره لو ذولا مفروضين عليك، انا متاكد راح يكون الجواب يقول لك ذولا مفروضين علي، وكلاء بلا معرفه، وكلاء وزاره تستغرب انهم ما عندهم معرفه قانونيه واداريه ورجاحه بالتفكير ورجاحه بوضع الخطط، وبالتالي ما كان هذا صار حالنا، معتصمين ومتظاهرين قاعدين بالشارع يريدون تعيينات يريدون فرص عمل ما عندهم، احنا لو عندنا ناس عندها رؤيه وعندها تفكير صدقني ما تصير هاي المشكله. وطيب هذا مشكلة كلش كبيرة دكتور. إذا انتقلنا إلى المحور الآخر، المحور هل تعتقدون بأن الجلسة البرلمانية القادمة ستشهد الموافقة على قانون الاقتراض للحكومة؟ يعني هو هذا طبعا أصلا مو حل حقيقي، يعني مو حل جذري،
انت تقترض مثل شخص ياكل يعني بلحمه، الاقتراض هو ان تاكل بما مدخراتك بلحمك، وبالتالي هذا راح ياثر على قيمه الدينار وياثر على حتى على موثوقيتنا وصدقيتنا في التعاملات العالميه والدوليه. طبعا البرلمان اساسا احنا عندنا مشكله قلناها بالبدايه، هاي مشكله مو اليوم، قلناها من عام 2014، قلنا عمليه تضخم مجلس النواب وزياده عدده راح يكون على حساب انتاجيه القرار، واذا تشوف حضرتك انه هذا مجلس النواب انتاجيته باصدار القوانين والمصادقه على القرارات هي محدوده مقارنه بالدورات السابقه اللي قد يكون احنا ما راضين عليها، لكن نسبه وتناسب نسبه اصدار القوانين والقرارات في الدورات السابقه هي اكثر طبعا مقارنه بالمده الزمنيه العمر الحالي لمجلس النواب وليس الاربع سنوات كلها. لذلك الترهل العددي والاختلاف السياسي وعدم القناعة بشخص رئيس الوزراء الحالي والخشية من أنه ينجح رئيس الوزراء كلها تدخل فيه يندرج فيه من باب أنه تتعطل بعض الإجراءات والقرارات، ولا ما تتخيل أنه يعني مشروع قانون يبقى بأدراج مجلس النواب أسابيع وقد يكون طيب أشهر. دكتور 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 أسامة، قوانين كما تفضلت قوانين عديدة موجودة يعني موجودة في أدراج مجلس النواب منذ سنوات، تتوقع البرلمان الحالي راح يقر هذه القنوات او جزء القوانين او جزء من عندها، ام سترحل كالعاده الى الدوره المقبله بعد الانتخابات؟ طبعا تتحملها رئاسه البرلمان، رئاسه البرلمان يفترض عندها اجنده ويفترض عندها اولويات للقوانين والقرارات الاهم فالاقل اهميه فالمهم، وبالتالي حتى يكون اكو تسهيل لعجله اداره الدوله. احنا طبعا تتخيل انه البرلماني يعني مجلس النواب يعقد جلساته ساعة واحدة الظهر، يعني شنو المار برلمان دوامه ظهري أو بعد 11 الصبح، ليش ما يجلسون شأنهم شأن أي برلمان بالعالم، يبدون من الصبح من الساعة 8 ويبدون جلساتهم وقد يستمر العمل إلى منتصف الليل. لو يقول أني شخص جاي أقدم وجاي أشتغل ودي أخذ راتب وراتب موظف عادي، وبالتالي ودي أخذ راتب يعني مبالغ فيه بمقارنة الناس ما عندها رواتب، طيب هو ياخذ راتبه بالمقابل مدى يداوم، بالمقابل مدى يحضر، بالمقابل جلسات اللجان هسه يقولون قسم لا تعمم اكو ناس قاعد تشتغل، بالمحصله احنا نريد انتاجيه، انا كمواطن كمتلقي اريد فد شيء منظور، وبالتالي هذا الشيء المنظور احنا عندنا قوانين كثيره من ايام النظام السابق يفترض يتم معالجتها، اكو اليه اقرتها في حينها الامم المتحده ب 2008 اللي هي مقصله القوانين، لازم نسوي عمليه مقصله نعيد كل القوانين اللي اقرت في زمن مجلس قياده الثوره المنحل نعيد صياغتها ونعيد قراراتها بما يتلائم مع الان الدوله الحاليه. طيب. الدوله الجديده، تتخيل لحد الان نعمل بتشريعات مجلس قياده الثوره المنحل لانه مجلس النواب ما عنده اولويه ولا غير ولا قادر على انه يمشي امور البلد ويعيد معالجه الاختلالات اللي هي قد ترجع الى التسعينيات وثمانينيات القرن الماضي. طيب دكتور أسامة، اليوم المحكمة الاتحادية يعني الكل يقول بأنه ما فائدة الانتخابات بدون اكتمال عناصر المحكمة الاتحادية، هذه مو مشكلة كبيرة؟ طبعا الانتخابات فيها مستلزمات، اكو مستلزمات فنية واكو مستلزمات قانونية واكو مستلزمات مالية، جزء من المستلزمات طبعا الفنية اللي هي قانون الانتخابات احصاء سكاني مفوضية مستقلة، وهذا اللي التظاهرات والمرجعية كانت تنادي به وتوصي به يمكن اكثر من 10 سنوات، من عام 2009 خرجت اول تظاهرات وبدا خطاب المرجعيه اكد على هذا الموضوع، موضوع انه مفوضيه مستقله، قانون انتخابات منصف، احصاء سكاني اللي اكو اراده سياسيه تمنع ان يجري احصاء سكاني. المستلزمات القانونيه انه لازم اكو محكمه تصادق وتنظر في النتائج الانتخابات حتى تكتسب مثل ما نقول القرار القطعي او النهائي الباز. عدم وجودها معناته وجود خلل في النظام السياسي، في هيكليه النظام السياسي، لان جزء من هيكليه السلطه القضائيه اللي هي المحكمه الاتحاديه، عدم استكمالها نقصها حاله شخص على التقاعد وفاه اعتقد الان في اثنين اختلال في النصاب، عندنا مشكله. شوف الان في امريكا الان من توفت قاضيه من المحكمه العليا راسا الرئيس عين قاضيه وصادق عليها في الكونغرس حتى لانهم عندهم انتخابات قريبه، ما ممكن يختل نصاب المحكمه. احنا هذه المشكله يعني هو اكو فشيء انه انت تشعر بالمسؤوليه، انت من تكون زعيم قائمه او تكون رئيس برلمان او تكون رئيس جمهوريه او رئيس وزراء يكون عندك شعور بالمسؤوليه وبالتالي تعمل على سد الخلل والنقص الموجود. طيب. في الدوله. طيب دكتور، اما عدم الشعور بالمسؤوليه هو هذا يدينا لهذا الخلل. دكتور،
هذه المشكلات المتعددة التي تفضلت بها حضرتك قبل قليل، مشكلات كثيرة انعكست بالنهاية على، كان هناك ضغط في الشارع كما شاهدنا التظاهرات اليوم، إضافة إلى ذلك الموازنة تتأجل بين فترة وأخرى، اليوم هذا كله شكل ضغط على الحكومة، كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الضغط والمطالبين بالحقوق؟ هو طبعا لا تسألني، أنا أقول لك الإجراءات الحكومية الآن هي مو مستوى الطموح، ولا تسأل اليوم أي مواطن يقول لك أنا ما شفت الشيء اللي كان منتظر، يفترض حكومة مستقلة بحكومة جديدة، يعني كنا ننتظر شجاعة إدارية. أنت تعرف حضرتك أنه لحد الآن الأحزاب هي الماسكة بمؤسسات الدولة، الأحزاب هي المتقاسمة المواقع والمناصب الإدارية، وما تسمح لأي مستقل أو لأي شخص عنده معرفة أو فهم أنه يأخذ وضعه الطبيعي ويأخذ موقعه، ما يسمحون أنه هاي حصصنا. احنا ما لنا علاقه صارت تظاهرات ما صارت تظاهرات، احنا عندنا وزن انتخابي وعندنا وزن في البرلمان كناخذ، وبالتالي انت تشوف الحكومه الان مكبله، رئيس الوزراء ما يقدر يتخذ قرار اصلاحي او قرار تغيير جذري. بالفعل شكل لجنه لمكافحه الفساد، لكن هذه اللجنه ما سمعنا عليها الا خبرين لفاسد فاسدين، يمكن على موضوع التقاعد وهيئه التقاعد ورئيسيه التقاعد، وبعدين ماكو شيء الان، يعني هل انه خلص انجزت مهامها؟ يعني المواطن هم يريد يسمع، قد تكون اعمال سريه او غيرها، لكن على الاقل يشوف نتائج ملموسه. لذلك انا اقول لك ماكو اي نجاح لاي حكومه ما لم تفك او تفلت الاحزاب قبضتها من مؤسسات الدوله، وخلي الامور تاخذ سياقها الطبيعي، وخلي التدرج الوظيفي ياخذ سياقها الطبيعي، والا اليوم من مؤسسات الدوله تئن باشخاص متحزبين لا يفقهون من الاداره شيء، ويعملون على تمزيق القوانين وتفتيتها وشبهات فساد وسرقات، يعرفها اليوم اي موظف يعمل يقول لك الفساد موجود في كان مكان وفي كان مكان وفي كان مكان، والشواهد كثيره وما تحتاج يعني دلائل. بالفعل هي مشكلات كثيره دكتور اسامه، ومشكله الفساد واشباه الفساد مشكله جدا كبيره. دكتور اسامه السعيدي استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لانضمامك لطبعة اليوم. إذن مشاهدينا الكرام لازلنا في طبعة اليوم، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من صحيفة الأهرام المصرية، ومنها التعاون الإسلامي ترحب بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كتبت الأهرام تحت هذا العنوان: رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرار إدارته الخاص بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واصفا الخطوة بالمهمة لمستقبل السودان، وأنها تأتي في إطار الجهود التي تبذل من قبل حكومة الفترة الانتقالية لاستعادة السودان لعلاقاته الطبيعية مع المجتمع الدولي بعد فترة طويلة من المعاناة بسبب وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأعرب الأمين العام في تصريحات له أمس عن ارتياحه الكبير لهذا القرار الذي ظل منتظرا منذ أمد بعيد، مؤكدا دعم المنظمة الكامل لحكومة السودان ومساعيها الرامية لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الكريم. إلى الدستور الأردنية، حيث نشرت سلطنة عمان تقرر إلغاء حظر التجوال الليلي، نتابع التفاصيل. ذكرت وكالة الأنباء العمانية أمس الأربعاء أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في السلطنة قررت إنهاء حظر التجوال الليلي. وعقدت اللجنة اجتماعا بحثت من خلاله التقارير المتعلقة بعدد المصابين بالمرض والوفيات الناتجة عنه والمعطيات الوبائية الأخرى في مختلف محافظات السلطنة. وقررت اللجنة حسب الوكالة وقف العمل بمنع الحركة ليلا اعتبارا من الساعة 5 من صباح يوم السبت 24 من تشرين الأول. مشاهدينا الكرام، ومن الاتحاد الإماراتي نقرأ: مصر تسجل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة. إلى التفاصيل. كتبت الاتحاد: أعلنت مصر عن تسجيل 158 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
و12 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 105، من بينهم 6142 وفاة. وأضافت الوزارة أن 99 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 98413 حالة. ونشر صحيفة القبس الكويتية عون يصرح: سأبقى في منصبي كرئيس لبنان. أتابع التفاصيل. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون أنه سيبقى في منصبه متحملا كافة مسؤولياته الدستورية، مشيرا في الوقت ذاته خلال خطاب متلفز أمس الأربعاء إلى أن الفساد في بلاده بات مؤسساتيا ومنظما. وتساءل عون عن الفساد في لبنان وعن سبب عدم نجاح محاولات الإصلاح السياسي، قائلا إن الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يظهرون عكسه تماما، ينادون به ولا يأتون عملا إصلاحيا مجديا، بل يؤمنون مصالحهم يؤمنون مصالحهم السلطوية والشخصية بإتقان وتفان، حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد فسادا مؤسساتيا منظما بامتياز، متجذرا في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا. وإلى الصحافة العالمية مشاهدين الكرام، حيث نشرت صحيفة الاندبندنت لهذا اليوم 11 دولة أوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا بالإصابة بفيروس كورونا. كتبت هذه الصحيفة: سجلت 10 دول أوروبية يوم أمس الأربعاء ارتفاعا قياسيا في أعداد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا. ففي ألمانيا سجلت السلطات الصحية 7595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في ثاني أكبر حصيلة تسجل منذ بدء تفشي الوباء. وهولندا سجلت يوم أمس 8500 حالة إصابة جديدة، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة هناك لحالة الإغلاق الجزئي. في الواشنطن بوست: ومنها الكرملين ينفي إرسال أجهزة تنفس صناعي معيبة إلى أمريكا. نتابع التفاصيل. نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس الأربعاء إرسال أجهزة تنفس صناعي معيبة إلى الولايات المتحدة. وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أنترفاكس الروسية إن هذا لا يمكن أن يحدث، فهذه الأجهزة تستخدم على نطاق واسع في المؤسسات الطبية والمستشفيات في مدن مختلفة في أنحاء روسيا. وأوضح أن بعض أجهزة التنفس الصناعي يمكن أن تتعطل، فأي جهاز يتعطل أحيانا ويحتاج إلى الإصلاح. ومن الصحف العالمية أيضا مشاهدينا الكرام، نشرت ديلي ميل: رئيس أرمينيا يسعى للحصول على دعم الناتو وسط الصراع مع أذربيجان. إلى التفاصيل. كتبت ديلي ميل: توجه رئيس أرمينيا أرمن سيركسيان إلى بروكسن يوم أمس الأربعاء، وذلك للسعي للدعم من حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي وسط صراع دموي مع أذربيجان المجاورة. ودخلت أرمينيا التي لديها روابط عسكرية وثيقة تقليدا مع روسيا في الأسابيع الأخيرة في قتال دموي مع الجمهورية السوفيتية سابقا أذربيجان المدعومة من تركيا العضو في حلف الناتو. وقال ميشيل إنه في اجتماعه كرر الرئيس الأرمني أعمق مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن القتال الجاري في ظل التكاليف الإنسانية الكبيرة. الختام مشاهدينا في العالمية من صحيفة ذا تيليغراف، ومنها إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا. نتابع التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة الألمانية أمس الأربعاء أن وزير الصحة ينس شبان أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الوزير دخل على الفور في عزل منزلي وأن الأعراض الظاهرة حتى الآن عليه هي أعراض برد. وإلى
إلى أبرز أخبار الصحة مشاهدينا الكرام، حيث كتبت صحيفة الدستور الأردنية، الهند تشكك في فعالية علاج كورونا ببلازما المتعافين وتقرر حذفه من البروتوكول العلاجي. إلى التفاصيل. كتبت الدستور تحت هذا العنوان: أصدر المجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR بيانا بشأن العلاج بالبلازما، والذي يوصف بأنه تدخل منقذ للحياة أو لحياة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الحاد، إلا أنه تبين من العديد من الدراسات عدم جدوى، وتقرر أن يزال من البروتوكولات الطبية الهندية المستخدمة في علاج مرضى كورونا. وصرح المدير العام للمجلس الهندي للأبحاث الطبية أنه يمكن حذف العلاج بالبلازما من البروتوكولات السريرية الوطنية لعلاج كوفيد 19. ومن أخبار الصحة مشاهدينا، كتبت صحيفة البيان الإماراتي: النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض كورونا طويلة المدى من الرجال. نتابع التفاصيل. كشف باحثون من كلية كينز كوليدج لندن البريطانية عن أن مرض كورونا الذي من المرجح يصاب به لفترة طويلة غالبيتهم من النساء. وفي حديثها قالت الدكتورة كلير ستيفز التي عملت الدراسة وفقا لتقرير جريدة ميرور البريطانية: لقد رأينا من البيانات المبكرة التي ظهرت أن الرجال أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد للغاية وللأسف من الوفاة بسبب كورونا، ولكن يبدو أن الدراسات الجديدة أثبتت أن النساء هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض كورونا طويل الأمد. مشاهدينا الكرام، للحصول على آخر تطورات الموقف الوبائي المحلي نستعين بذوي الاختصاص. لدينا اتصال في طبعة اليوم مع دكتور سيف البدر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. مرحبا دكتور سيف. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. تحية لك مشاهدينا الكرام، وأشكر الدعوة للمشاركة في برنامجكم. عليكم السلام ورحمة الله دكتور سيف. دكتور، بداية أعطينا فكرة عامة عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا. شكرا جزيلا، أحييكم مرة أخرى. بشكل عام الجميع لاحظ أنه خلال الفترة الماضية، الأشهر الماضية، الأسابيع الماضية، بشكل عام أننا نسب الشفاء في تصاعد والحمد لله، حتى وصلنا إلى نسبة 85% تقريبا كتراكمية لمعدل حالات الشفاء في العراق. وأيضا حدث هناك هبوط واضح في نسب حالات الوفاة. نفسر هذا التغير الإيجابي في حالات الشفاء وحالات الوفاة إلى الزيادة الكبيرة للساعات السريرية والتطوير الذي طرأ خلال الأشهر القليلة الماضية على قدرات وزارة الصحة على المستوى التشخيصي والعلاجي، زيادة أعداد المختبرات وتطوير المختبرات الموجودة، زيادة أعداد الملاكات المدربة القادرة على التشخيص، وأيضا توفير جميع فقرات البروتوكول العلاجي المعتمد في العراق. هذا انعكس إيجابيا على الوضع الوبائي العام في العراق. من جهة أخرى وبكل صراحة ونحن في بث مباشر، لازلنا نعاني من أن أغلب حالات الوفاة مع شديد الأسف التي تسجل في العراق هي بسبب تأخر مراجعة المؤسسات الصحية. هذه النقطة أتمنى يصير عليها تركيز من خلال جميع وسائل الإعلام وخصوصا شبكة الإعلام العراقي. دعوتنا وندانا لكل أهلنا وناسنا اللي يعرف عنده إصابة، قرار الحجر المنزلي أو غيره ليس قرارا شخصيا، مع كل احترامي، ليس قرارا من خلال صفحات التواصل. وكذلك التأثير السلبي لبعض المحسوبين على الطب مع شديد الأسف الذين يدعون جهارا نهارا لعدم الالتزام بلبس الكمامة وعدم مراجعة المؤسسات الصحية، ويشككون بالإجراءات الحكومية وبروتوكولات وزارة الصحة المعتمدة عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية. هؤلاء مع شديد الأسف الكثير من الناس تصدقهم ويقوم ببيوتهم ويراجع المؤسسة بعد أن تتفاقم حالته، يعني يجينا المريض بمرحلة متأخرة ما يكون عندنا كثير من الخيارات اللي نستطيع أن نقدمها له، وتدهور حالته وقسم من عندهم مع شديد الأسف يتوفون. لو يعني احنا رغم أنه احنا الحمد لله يعني قللنا لحد بعيد نسبة الوفاة في العراق، هي حوالي 2% وهي من الأقل عالميا، لكن احنا نتمنى أن نوصل للصفر، أنه ما يتوفى عندنا مريض لو كان هناك التزام حقيقي بتوجيهات الوزارة بالوقاية أو بالتعامل بعد الإصابة وبالمراجعة المبكرة وعدم الاستماع لغير المختصين. أكرر يعني حتى الأطباء، أنا في طبيب مختص في مجال معين لا يمكن أن أعطي رأي فني تخصصي في مجال في اختصاص غير اختصاصي،
فأنا أرجو من الجميع الاعتماد على المصادر الرسمية والاعتماد على ما يوصي به حصرا الطبيب المعالج المعتمد والمختص بعلاج الحالات التنفسية وحالات كورونا. نعم. الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا لهذا الإيجاز. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل لنعود من جديد، تفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا، في أخبار المال والأعمال من صحيفة القبس نقرأ فيها: بريطانيا تقترض أكثر من 208 مليار استرليني في النصف الأول من العام المالي الجاري. نتابع التفاصيل. كشفت بيانات رسمية أمس الأربعاء أن الحكومة البريطانية اقترضت أكثر من 36 مليار جنيه استرليني في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز أكثر من 33 مليار استرليني وفقا لتوقعات استطلاع أجرته رويترز، ليرتفع الاقتراض في النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسي ليبلغ أكثر من 208 مليارات استرليني وفقا لسياق منفصل. قال مكتب الإحصاءات الوطنية أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في أيلول ارتفع 0.5% مقارنة مع 0.2% في آب، عندما تم خفضه بالفعل لخطة مؤقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم. مشاهدين الكرام، ومن صحيفة الرياض السعودية نقرأ: شركة بريطانية تعيد بوينغ 737 للخدمة وتوقعات ببيعها في أمريكا خلال أسابيع. إلى التفاصيل. كتبت الرياض: اقتصاديا ستقوم أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا بإعادة طائرة بوينغ 737 ماكس في أوائل العام المقبل للعمل مرة أخرى، حيث تعتبر طائرة 737 ماكس أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأقل ضررا بالبيئة من الطرازات السابقة. تعتبر زبون أوروبي لشركة ماكس، حيث لديها طلبات مؤكدة ل 135 من الإصدار الخاص للطائرة مع 197 مقعدا. من صحيفة اليوم السابع نتابع: ذكاء اصطناعي جديد يشخص الطفح الجلدي، وأيضا نتابع التفاصيل. طور الخبراء نوع من الذكاء الاصطناعي يمكنه تقييم الصور المرتقطة بالهاتف الذكي للطفح الجلدي وتشخيصها والكشف عن المرض في وقت مبكر، حيث يصيب هذا المرض ما يقرب من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام، وينتقل من خلال لدغة حشرة قراد الغزال أو قراد الغزال المصابة. وإنه عادة ما يظهر طفح جلدي غير مؤلم، ولكن بعد أسبوع أو نحو ذلك تليها أعراض أكثر خطورة، بما في ذلك الحمى والصداع والقشعريرة وألم المفاصل وأيضا تضخم الغدد اللمفاوية. مشاهدينا الكرام، ومن صحيفة النهار نقرأ: روبوتات تحلل لغة الجسد تحل محل القضاة البشر في غضون 50 عاما. كتبت هذه الصحيفة: طور الخبراء بعض الروبوتات التي تحلل لغة الجسد لتحديد المذنب، والتي من المتوقع أن تحل محل القضاة البشريين في غضون 50 عاما، حيث يعتقد ترينس مورا الكاتب والمتحدث في الذكاء الاصطناعي أن الآلات ستكون قادرة على اكتشاف العلامات الجسدية والنفسية للخداع بدقة 99.9%، والروبوتات ستكون مهذبة وتتحدث كل لغة معروفة بطلاقة، كما ستكون قادرة على اكتشاف علامات الكذب التي لا يمكن للإنسان أن يقوم باكتشافها. وإلى أخبار الثقافة والفنون، حيث كتب الصحيفة الراية القطرية: إسبانيا ترمم مواقع أثرية في سوريا بعد تدبيرها على يد داعش. نتابع التفاصيل. هناك العديد من المواقع الأثرية التي دمرت في سوريا على يد التنظيم الإرهابي داعش،
ولهذا أعلن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا عن تولي مؤسسة ميلا وفونتاناليس للأبحاث في العلوم الإنسانية ببرشلونة في إسبانيا الإشراف على أعمال ترميم وصيانة الآثار التي دمرها تنظيم داعش في مدينة الرقة السورية. وأعلن المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا أن المؤسسة ستتولى العمل على ترميم حوائط مدينة الرقة وقصر البنات ومسجد المنصور الكبير ومسجد الحميدي، وستكون المنظمة مسؤولة عن الإشراف عن بعد على عمل المنظمات المحلية باستخدام منهجية محددة ومطورة لهذا الغرض. وفقا للعلماء فإنها ستسمح بالعمل الفعال والآمن فضلا عن تدريب المهنيين المحليين. ومن أخبار الثقافة والفنون مشاهدينا الكرام، كتبت صحيفة الأهرام المصرية الشاعر لامارتين رمز أدبي وسياسي في تاريخ فرنسا. كتبت الأهرام ثقافيا مرت يوم أمس ذكرى ميلاد الشاعر الفرنسي الكبير لامارتين الذي يعد واحدا من أشهر كتاب فرنسا عبر تاريخها، وهو كاتب وشاعر وسياسي فرنسي يعتبر رائد الرومانسية ولعب دورا محوريا في تأسيس الجمهورية الفرنسية الثانية. وكان لامارتين مناصرا للثورة الفرنسية رغم أصله النبيل، ولم تمنعه المكتسبات التي ألغت امتيازات الطبقة عن الدفاع عن حقوق الفقراء والمطالبة بإلغاء نظام الرق، كما أعلن عن معارضته لحكم الملك لويس فيليب الذي كان واحدا من قادة ثورة 1848 التي قام ضده. وفي الأخبار المنوعة مشاهدين، اخترنا لكم ما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، وفيها طاهية هولندية فقدت حاستي الشم والتذوق وأيضا تحترف الطبخ وتؤلف 5 كتب. نتابع التفاصيل. على الرغم من أن الحديث عن فقدان حاستي الشم والتذوق يثير الخوف هذه الأيام بسبب أنهما من أعراض كورونا، إلا أن هناك عدد من الأشخاص يفقدون هذه الحواس على المدى الطويل، منهم الطاهية الهولندية جوك بوكو التي فقدت 94% من حاسة التذوق. وذكر موقع شبكة CNN أن الطاهية الهولندية جوك بون فقدت حاسة الشم لديها في سن الرابعة بسبب نزلة برد شديدة مع استئصال اللوزتين. وأشار التقرير أنها قامت بتأليف 5 كتب في مجال الطبخ، ثم شرحت من خلالهم يمكن لشخص لا يمتلك حاسة الشم أن تجربة الطعام، أي يخترع العديد من الطعام بالنسبة لبون، حيث يتعلق الأمر بالدماغ بشكل أساسي من خلال استخدام العصب الوجهي. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا الكرام، أقرأ أمريكية عمرها 14 عاما تفوز بجائزة تحدي العلماء بعد اكتشاف علاج محتمل لفيروس كورونا. كتبت اليوم السابع استطاعت مراهقة أمريكية تدعى أنيكا تشابورو وتبلغ من العمر 14 عاما وهي من أصل هندي تقديم ابتكار جديد من شأنه أن يوفر علاجا محتملا لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث فازت بجائزة تحدي العلماء الشباب لعام 2020 وبمكافأة نقدية تقدر ب 25 ألف دولار أمريكي. قدمت أنيكا ابتكارا يكتشف جزئي رصاص بإمكانه الارتباط انتقائيا بالبروتين الشوكي لفيروس سارس كوفيد 19 المسبب لكورونا، معتبرة أنه ابتكار قد يبدو قطرة في محيط، لكنه لا يزال يمثل إضافة إلى كل تلك الجهود. في أخبار الرياضة، حيث نشرت صحيفة النهار من عالم المستديرة ضربة مالية لمانشستر يونايتد، كيف وصلت ديون النادي إلى أكثر من 474 مليون استرليني. نتابع التفاصيل. تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة مالية بعد وصول ديونه إلى 474 مليون استرليني بسبب أزمة فيروس كورونا.
التي ضربت أندية العالم اقتصاديا، وأعلن نادي مانشستر يونايتد أن ديونه تجاوزت مبلغ 474 مليون جنيه استرليني بعد أن انخفض دخله بشكل كبير بسبب تأثير هذا الفيروس. وأضاف أن الدين الرئيسي على النادي يتعلق باستيلاء العائلة المالكة لا يزال كما هو، ومع ذلك ستستفيد الميزانية العمومية من تمديد 11 مليون جنيه استرليني لمدة 6 أشهر لصفقة النادي مع راعي القميص شيفرولي. رياضيا، نشرت صحيفة القدس العربي إنتر ميلان يعلن إصابة المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا. كتبت القدس العربي رياضيا، أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي مساء أمس الأربعاء إصابة النجم المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. جاء في بيان الإنتر على موقعه الرسمي، أعلن نادي إنتر ميلان أن نتائج اختبار أشرف حكيمي إيجابية لكوفيد-19 بعد فحص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأخير الذي تم إجراؤه في ضوء مباراة الليلة ضد بوروسيا. وغاب بذلك حكيمي عن المشاركة في مواجهة الإنتر في 9 مساء أمس الأربعاء أمام بوروسيا في افتتاح منافسات دور المجموعات من أبطال أوروبا. هي نادية يرتفع وينخفض منسوب الأخبار السياسية والأمنية والاقتصادية بين الفترة والأخرى، لكن يبقى كورونا هو المتسيد طبعا على جميع الأخبار وفي جميع الصحف. إذن ميثاق، ومشاهدينا الكرام شكرا لكرم المتابعة، كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم. شكرا لطيب المتابعة، ألقاكم على خير، أنتم في أمان الله.